وبركاته في حلقتنا الثانية من فقرة سلوك الفلاح. فاكرين الفيديو الأولاني اللي احنا عملناه عن استخدام سلفات الحديدوز سواء لوحدها من الشكارة أو خلطتها بسلفات منجنيز وسلفات زنك، ولما نزلت في الأرض القلوية وريتك سلوك الحديدوز لما تحول لحديديت وإزاي قدرت ترجعه لحديدوز. الفقرة دي أنا لسه متفق بتنفيذها من المرة اللي فاتت، هو ده اللي أنا عملته المرة اللي فاتت، ده الحديدوز اللي بقى حديديت وهيدروكسيد البوتاسيوم، ورجعت حديدوز بحمض كربوكسيلي اللي هو السيتريك أسيد. أهو أسيبه على جنب معانا حاضر في التجربة. نفس الكيس بتاع التجربة اللي فاتت بتاع الميكسات هو نفسه، ونفس المية اهي، جبنا الدورة اللي كان باقي منه شوية مية اهو، نفس الدورة فيه مية عادية من الحنفية. تمام، هفتح الكيس معلش اصبروا عليه شوية. وبنفس المعلقة اللي انتوا فاكرينها دي هاخد برضو 3 معالق أو 4 حسب ما يجي، وده قلنا دوس كبير لو برش، يعني انا لو برش الكيلو من ده على 600 لتر ميه هيكفي، كيلو على 600 يعني انت ممكن سنتي ونص على اللتر، فما بالك ده نص لتر، لما احط 3 معالق زي دول في الوزن الكبير ده الكثافه دي دول هتلاقيهم على الاقل 5 جرام. تمام، بحط كده وبدوب اهو، وخليكم فاكرين اللون اللي قلنا عليه المرة اللي فاتت اللون الكرومبي ده اللي هو الأصفر الفاتح اللي يقترب من الأورنج ده اهو، معلش عاوز ازود تاني كمان شوية عشان يديني لون أصفر زايد أكتر، يعني هو ده اللون المميز على فكرة للحديدوز. النتيجة اللي أنا بستفيدها من التجربة دي إن أنا بالصدفة بكتشف إنه ميكس العناصر ده اللي أنا شاريه من شركته ربنا يبارك لهم، برغم إن أنا مقرب على 6-7 جرام لنص لتر، يعني 15 جرام للتر أو أكتر، يعني نسبة الإذابة كويسة جدا، هتلاقي باقي حاجات صغيرة جدا من الشوائب لسه موجودة في أرضية الدورة. طيب لو رفعت بقى ندخل على التجربة، على المرحلة التانية من التجربة، أرفع بشوية تقول لي إيه؟ هيدروكسيد بوتاسيوم او البوتاس الكوي او برضو بدون وزن زي المره اللي فاتت شويه كده، على طول سودة اتغيرت لونها من غير تقليب او من غير تقليب. طب لو قلبت اتسودت تماما معناه ان البي اتش ده وصل ل 10 او 12 على الاقل، ما معيش جهاز بي اتش ولا ورق علشان اسلكه واوريكم، كنت عرفتكم بالفعل البي اتش ده مش اقل من 10-12، يعني يعقد التعبان لو في الارض يجمده. طيب قلنا المره اللي فاتت حطيت سيتريك اسيد حمض كربوكسيلي وده غالي، يعني الكيلو فيه النهارده مش اقل من 55-60 جنيه. طيب يا ترى لو انا استخدمت حامض معدني بقى اهو، ده اللي قلناه المره اللي فاتت اللي هو حمض الفوسفوريك او الفوسفوريك اسيد بتاع شركه ايفر جرو، وقلنا لكم المره اللي فاتت انه من انقى انواع الفوسفوريك اسيد في مصر، ولو انا ما فسرتش الكلام ده ليه هو من انقى انواع الفوسفوريك اسيد في مصر الحلقه اللي فاتت او الفقره اللي فاتت هفسر لكم المره دي. جميع انواع الفوسفوريك اسيد الموجوده يمكن في العالم بما فيها الاردني او الصيني بتتصنع من ايه؟ حامض الكبريتيك سلفوريك اسيد مع الروكفوسفيت او صخر الفوسفات، بيحصل لهم اذابه وهضم تمام كده، فبيطلع نتيجه هذا التفاعل حامض الفوسفوريك واشياء اخرى. حامض الفوسفوريك اللي طلع لازم غصب عنه مش بايده يكون فيه بعض الهيفي ميتالز او العناصر الثقيله، كمان بيكون فيه بعض الرواسب اللي هي جايه من صخر الفوسفات
الأغذية بتكون مثلا ممكن تبقى أحادي فوسفات الكالسيوم اللي هو السوبر فوسفات اللي انتوا عارفينه. طيب إيفر جرو بتعمل إيه؟ إيفر جرو عندها صناعة عملاقة في مجال سلفات البوتاسيوم اللي هو السي او بي اللي هو او 0050 اللي انتوا عارفينه. ده جاي منين؟ ده جاي من ملح كلوريد البوتاسيوم مع حمض الكبريتين اللي هو بيديله سلفات البوتاسيوم زائد باي برودكت او منتج جانبي اللي هو الاتش سي ال او حمض الهيدروكلوريد. حمض الهيدروكلوريد ده من الاحماض الخطره جدا جدا، عاوزه مستوى من السيفتي او من الحفظ عالي جدا جدا. دائما البيئه بتفتش عليه في المصانع، بتشوف طريقه حفظه او طريقه التخلص الامن منه لانه ضار جدا جدا على البيئه. اذا سبت برميل اتش سي ال او جيركن مفتوح في بيت ممكن يموت اللي فيه نتيجه تطير الكلور اللي فيه وسام جدا جدا. فبدل ما يترمي او يتم التخلص منه، ايفر جرو توصلت الى هاي تكنولوجي عالي جدا جدا، وهي تعتبر ثالث مصنع في العالم يعمله استخدام ال HCl في هضم الروك فوسفيت اللي هو صخر الفوسفات اللي مستخرج عندنا من محاجرنا سواء في السباعية او في ابو طرطور، وبيطلع حمض الفوسفوريك مهضوم تماما، صخر الفوسفات بيتهضم كويس وبيطلع الفوسفوريك اسيد بهذه النقاوة وبيطلع بتركيزات مختلفة. للأمانة التركيز اللي معايا ده هو التركيز اللي إيفر جرو بتسميه 40%، لكن لما بتيجي تحلله بتلاقي 41 و42%، وهو المستخدم في الزراعة. يا ترى لو أنا جيت أحط منه شوية بشوية كده علشان أعمل إيه؟ أقول ده قلويته عالية من 10 لـ12 ويمكن فوق الـ12، وتحول فيها الحديدوز اللي جاي من ميكس العناصر إلى حديدين. أنا برغي تاني وبعيد الكلام تاني عشان ما افصلش كتير. اضيف الفوسفوريك بدل الستريك، ده حمض معدني والتاني كان حمض كربوكسيلي، تمام؟ او زي ما انتم شايفين. يا سلام، من غير ما اقلب بدا اللون ايضا يتغير ويرجع، تمام؟ زي ما انتوا شايفين. على فكره بقى، المفروض التجربه لو انا زودت الحامض ده ونزلت الاسيديتي بتاعه المحلول ده قوي برضو هتلاقي فيه عناصر اخرى تتسبب. اذا انا مش مطلوب مني ان انا اخلي المحلول بتاعي حامض جدا ولا ان انا اخليه قلوي جدا، وان كان حامض جدا فهو احسن. ليه؟ لان التربه عندنا قلويه وقلنا بيحصل لها ريجوليشن تاني وبتتجه التربه الى انها تتعادل او تتحافظ بالبي اتش الطبيعي بتاعها، تمام؟ يبقى ده. طيب ليه انا امتى استخدم الحمض المعدني؟ ممكن اعمل التجربه دي مع حمض النيتريك ايضا او مع السائل اللي هو الاسيتيك اسيد، بس الاسيتيك اسيد ايضا حمض كربوكسيلي، تمام؟ او مع خل الخشب وهو ايضا حمض كربوكسيلي. لكن ايه الفرق؟ انا لما باجي اعمل ميكس عناصر بودر مش هقدر احط ليكويد، فبجيب السيتريك اسيد بودر اخلطه معاه واخلي نسبته عاليه شويه او اضيفه مع التسميد على اساس ان انا اخلي الوسط حامض تاني. طب لو انا جايب ميكس عناصر مثلا ليكويد سائله وفيها برضه سلفات حديدوز وسلفات زنك وسلفات منجنيز مخلبه على ايديتها وهتتثبت في الارض وتتحول الى حديديك، يبقى مفيش عندي اكتر من ان انا استخدم الاحماض السائله المعدنيه علشان ان هي ارخص شويه من الاحماض الكربوكسيليه. وبكده تكون تجربتنا برضو نجحت مع الحمض المعدني. اشكركم جزيلا على متابعه فقرتنا الثانيه او حلقتنا الثانيه من برنامج سلوك الفلاح على قناه الارض، ونشوفكم في سلوك خاطب ثاني نتعلم الصح اللي فيه على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.